الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام معكم عمرو شريف سرور و الدرس دوت هو الدرس الأخير في الكورس بتاعنا طبعا كان في حاجات يعني يعني بس عشان خاطر الوقت بتاع الكورس وعدد الدروس وما إلى ذلك في الدرس دوت هنتعلم ازاي نعمل اكسبورت فيديو uh, وصور خلاص uh, عشان نتعلم ازاي نعمل الحاجات دي لازم بس نفهم حاجة مهمة جدا 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 وهي كالتالي ان يا جماعة الانريل uh, uh, برنامج اصلا الفيو بورت بتاعه زي ما انتم شايفين كده مترندره جاهزه بمعنى ان لو انا دلوقتي حبيت اخد سكرين شوت ده يعتبر اصلا فوتو خلاص ففي اكتر من طريقه لعمل السكرين شوت في طريقه ان انت عادي خالص بتعمل باي برنامج عندك سكرين شوت وفي طريقه تانية ان حضرتك بتيجي هنا كده وهاي ريزوليوشن سكرين شوت بتدوس عليها بيظهر لك ال... تظهر لك القائمه ديت اهم حاجه لازم تاخد بالك منها طبعا دي ان انت تحدد حته معينه تاخد منها السكرين شوت خلاص فهمنا دي السكرين شوت سايز مالتي بلاير سايز مالتي بلاير خاصه بان السكرين شوت على حسب السايز بتاع الويندو ده واحد يعني تضربه في واحد يعني هو هو نفس المقاس دوت اثنين تعمله ملتبلاي خلاص ثلاثة ملتبلاي في ثلاث مرات أربعة ملتبلاي في أربعة فعلى حسب الحجم اللي انت عايزه وبيتسيف في فولدر اسمه سكرين شوت خلاص بتدوس على دي بتلاقيها على طول متسيبه خلاص وهنا تحدد في 2 في 3 وخليك حذر جدا وانت بتستخدم دي طبعا في طريقه ان انا ممكن اعمل للعميل زرار هنا وهو بيتفرج على البروجكت ده مثلا خلينا ندوس بلاي طبعا في دروب فريم مش لحاجه لكن انا في السكرين الثانيه بتاعتي خليني اوريكم أه ده مشروع وطبعا لازم اي مشروع وانت في الانريل يكون عندك فيرجنز كتير ده الفيرجن الخاص ب الحقيقي يعني الرياليتي عشان كده بعمل له بيلد دلوقتي يعني احنا لسه شغالين وده شغال بيلد خلاص عشان كده بس في دروب فريم في ده يعني والبيلد اللي انا مستخدمه كمان بتاع كارت شاشه جي بي يو لايت ماس الشاهد العميل ماشي اهوت بيتفرج على حاجه جميله ومش عارف ايه حب ياخد سكرين شوت الحته دي كده ممكن ان احنا نعمله زرار هنا خلاص في الحتة هنا كده يدوس عليه يخزن السكرين شوت عن طريق الكونسول command خلاص حاجة ادفانسد شوية ولكن برضو مش عايز ادخلكم خالص في الاكواد انا عايز الكورس ده يبقى سيمبل از از بوسيبل يعني طيب يبقى اتفقنا السكرين شوت من هنا هتجيب هاي ريزوليوشن سكرين شوت والمولتيبلاير واحد واثنين وثلاثة أو أربعة على حسب ما أنت عايز أهم حاجة تكون حذر جدا وتعرف مقاس الشاشة بتاعك أو السكرين بتاعك دي كام في كام عشان لما تحدد هنا اثنين يبقى مولتيبلاير بلاير اثنين اه يبقى تبقى عارف شاشتك كذا في كذا يبقى ممكن تعمل حركة ظريفة جدا تخليها واحد زي ما هي وتاخد سكرين شوت تسيب لك تفتحها تعرف ابعادها ايه وبعد كده تعرف ان انت لو ضربت في اثنين هيبقى كذا في ثلاثة هيبقى كذا في اربعة هيبقى كذا وهكذا يا خلاص جميل 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 تعالوا نخش على الفيديو وده حاجة اتفه من التفاهة يعني حاجة ما فيهاش خوف إن أنت تتعامل معاها وتحاول فيها وفيها فن تيجي هنا يمين وبتاع وما إلى ذلك. طيب زمان كان عندنا الماتني في السينماتيك، دلوقتي عملوا حاجة اسمها اد ليفل سيكونسر أو سيكونس اد ليفل سيكونس اد ليفل سيكونس عبارة عن أداة بتسيب فيها الأنيميشن بتاعك. خلاص؟ ممكن تخليه في بدايه المشروع يعني العميل اول ما يبدا كده يظهر له بقى ان انت بتتمشى كده كاميرا ماشيه وطالعه من فوق وكده وبعدين هوب يبدا بقى يتحرك هو يبقى في الاول عرض الفيديو وهنشوف طبعا كل ده هنعمله النهارده وفي الثاني يبدا يتحرك وما الى ذلك طب خلينا في الحته الاولى قبل ما نعمل اكسبورت خلينا في الحته اللي هي دي نعمل فيديو نخليه بدايه البروجكت بتاعي للعميل سواء انتيريور او اكستيريور وبعدين نتطرق نشوف ازاي نعمل اكسبورت والكلام الثاني دوت. اوكي هنجيب سينماتكس واد ليفل سيكونس هقول لك بيقول لك كده بيقول لك يا معلم اتفقنا بسط المعلومه خالص انا عايز مكان سيب فيه خلاص وسميني بالله عليك عشان ما تتلخبطش انا الس... الانيميشن بتاع ايه ليه بقى الحته الجميله قوي من دي؟ ممكن تعمل انيميشن خاص بالمطبخ تعمل انيميشن خاص بك يبقى انت منظم الدنيا بتاعتك كل سيكونس من هنا يحتوي على عدد كاميرات وانيميشن اللي انت بالك فيه اتفقنا؟ اتفقنا وبرضه مش هنغوط قوي انا عايز من السطح أنا اللي يهمني أفك لك شفرات الأنريل، الباقي بقى عايز بقى تكمل معايا تاخد في الأنريل ده اليوتيوب تشترك مع فلان ما يهمنيش، أهم حاجة نفك الشفرة بس عشان هو ده زي ما قلنا المستقبل بتاع الناس. هو ده المستقبل والله حاليا إلى الآن يعني. طيب هنعمل كليك يمين على الكونتنت براوزر او هنا كليك يمين عشان بس نيو فولدر تنبيه كالعاده اللي ما بس المره اللي فاتت برضه الايكونز دي انا مغيرها كاستم من عندي <applause> خلاص الايكونز دي انا مغيرها يعني يعتبر ثيم لكن مش نازل مع البرنامج يعني في بعض الديفلوبرز بيخشوا كده بيغيروا ومساله تافهه سهله ممكن انا حتى اعلمها لكم ولكن برضو عشان ما نصعبش للناس يا جماعه خلاص <applause> كليك يمين على الكونتنت براوزر نيو فولدر وهسمي دوت مثلا هنسميه انترو انيميشن الانترو انيميشن كليك يمين وعايز آه ماشي خلاص انترو انيميشن في البدايه كده ادي انترو انيميشن واسمي ده الانترو ذا انترو سيف زي ما انتم شايفين حطه تحت خلاص وطبعا هنسميه وانا معلم عليه هدوس نيو فولدر من هنا هوب بصوا اوتوماتيك عمل لي نيو فولدر وتحتيه التشايلد بتاعه اللي جوه الفولدر يعني كذا هسمي الفولدر انترو انيميشن حلو الكلام طبعا حلو لحد دلوقتي ماشيين تاتا تاتا خط العتبه يعني يا دوب احنا بنس... بنحبي يعني خلاص طيب يبقى احنا عملنا الماتني عفوا السيكونسر سيبناه في المكان اللي احنا عايزينه وسميناه عشان نبقى عارفين ده بتاع انيميشن بتاعي ايه بالظبط اوتوماتيك حطهولي في المشهد وحطيته في فولدر عشان انظم حاجتي وسميناه ذا انترو خلاص ده انترو انيميشن والانيميشن ذات نفسه او المونتاج بتاعي او السيكونسر اسمه ذا <the> انترو. <intro. تصفيق> حلو الكلام قوي قوي. ادي ذا انترو، طب نفترض ان انا قفلت الوحش ده كده. الله طب ما هو لسه موجود هنا، كليك يمين عليه بصوا اديت ذا انترو. هيفتح لي دي، الله طيب ماشي. ممكن برضو اخش من كونتنت براوزر احنا مسمينه ايه بقى؟ شوفوا اهي دي حاجه جميله جدا. <applause> انا اقدر بعيني افضل ماشي ماشي يا ترى انا سميته ايه يا اولاد اه انترو انيميشن، طب على ايه الكلام ده؟ ما كليك يمين عليه وست كلر واعلمه بكلر معين كلر كود. <applause> ايه ده؟ هو انت بتشتغل بالكلر كود؟ اه طبعا. طب هو الكلر كود اي لون بنختاره كده؟ لا يا معلم. آه خد عندك حاجة من أصول الشغل ما هو طالما أنت هتشتغل فريلانس أو 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 ده زي دي مثلا مع اني ما بحبش اخرج الحاجات اللي انا شغال بيها او بعض الحاجات يعني ولكن يعني من كتم علم برضه يعني ما بحبش نكتم ايه حاجه. ده نوت هتلاقوها هنا من الويندوز هتكتبوا بس كلمه نوت هيجي لكم الستيكي نوتس خلاص؟ ده حاجات في المشروع اللي انا شغال فيه قمت بحذف في كذا 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 واعداداته مش عارف ايه عشان لما اجي ارجع له ثاني هنا ايرور طلع لي لازم ادور عليه واحله سواء بالسي بلس او غيره يعني مساله متقدمه ده بعض الحاجات معينه بتتحط في ملف الاي ان اي هنحط الاس دي كذا كذا عشان خاطر الاندرويد يبقى لازم يكون عندك نوت طيب بالنسبه للكلر كود انت برضه توهتنا ايه الكلر كود؟ تشتغل بيه ازاي؟ أقولك لك بص يا باشا لازم يكون ليك مجموعه كلرز انت اللي تكودها معروف الكلر كود اسمها كلر كود اللون ده خاص بكذا طب مش معقول كل مشروع يبقى ليه لون والا ما منوش فايده يعني غير بس انه عينك بتلمحه وخلاص لا لازم تكتب كده ريد مسافه يبقى مثلا ايه؟ بلو خلاص؟ print folder خلاص؟ yellow مثلا ده خاص ب مثلا models folder خلاص؟ black نقطتين ده خاص ب my scripts folder وتخلي دي على طول قدامك عفوا بقى البرد كده عشان كده تقدر وانت شغال هوب تبقى عارف اه خلاص الاحمر هوب عينك بيسهل عليك المساله المساله مش اعتباطا خلاص طيب دي اصول الشغل هنفترض ان انا سميت على حسب الكلر كود بتاعك انترو انيميشن تقدر برضو من هنا تدوس على الاثنين كليك هيفتح لك بس الاهم انه يفتح لك ما يهمنيش يفتح لي انا اللي يهمني النجمه دي كنترول وبليه بتاعت الماوس عشان اكبر الايكون شايفين البليه بنت الكلب دي ايوه دي البليا دي يعني الوحش ده لو طفى النور او الكهرباء قطعت من الكمبيوتر بتاعك ضاعت المساله بتاعتك خلاص ضاعت اللي انت بتتعب فيه كله فعشان كده لازم كليك يمين عليه تحديدا سيف او سيف اول لو انت مش عارف ايه دخلته فين وده دخلته هنا في الفولدر ده قصه كبيره هتقوم دايس سيف فول انا شخصيا برضو مبرمج هنا سكريبت اللي هو الاي ستوديو هنا حاجه بدوس عليها بيسيف لي كل حاجه سواء اللي في الكونتنت براوزر او حتى اللي في الاعدادات اللي هي السيف كارنت او السيف اول من هنا ان شاء الله هيكون متاح قريب لكن <applause> انا مستخدم فيه حاجه اسمها الكاستم بلو حاجات مستخرجها من السي بلس بلس ومحولها لبلو فدي مش هتشتغل عند كل الناس فعشان كده هحطه حتى مجاني للناس كلها يعني ولكن بحاول ان انا اعمل لكم نفس الحاجات اللي انا عاملها دي ولكن بدون استخدام حاجات كاستم بالسي بلس عشان بس تشتغل عندك وتشتغل عند غيرك وتشتغل عند ده وتشتغل عند ده خلاص من غير اي ايرورز او كده في طرق كتير تسطبها لكن مش عايز ادخل برضو في حوارات ومحتاجه متابعه واخد منكم فيدباك واخد منكم ده فلان حصل كذا اقوم الكود مش فاضل الحاجه دي أدوب بس ايه هنعمله بالبلو برنت حتى اللي عايز يذاكر الاكواد لكن مش هتنفعوا غير لما يكون عارف اصلا بلو برنت يعني طيب ادي ذا انترو 2 كليك على الوحش بتاعي ادي ذا انترو بتاع المونتاج بتاعي عباره عن تايم لاين وعباره هنا عن حاجات تافهه جدا انا مش هشرحها ليه مش بخله والله مفيش فيديو في العالم الا هو فيه اول مونتاج او افتر افكت أو, او حتى الكامتازيا يعني الا وفيه الحاجات اللي فوق دي خلاص عندك ديت ما حاجات بس مهمه ده السيف ده هنتكلم عليه دلوقتي مهم يعني لذيذ خلاص بالاضافه ان هو بيسيف عندك ده بيقول لك هو فينه خلاص فايند ذا فيود سيكونس خلاص وعندك هنا الكرييت نيو كاميرا في المشهد وهنا بقى ده ريندر ذا موفي ده بقى اللي بيطلعه بقى زي ما هنشوف خلاص الباقي كله تقدر حضرتك بقى ايه تشوفه وزي الفل مفيهوش اي حاجه طيب عايزين نعمل اول آه حاجه لينا تعالوا هحطه لكم تحت كده عشان الفيو بورت تفضلوا شايفينه ادي الفيو بورت بتاعي عايزين نعمل انيميشن للمشروع دوت هاجي عند البليس اكتر وهكتب هنا اهو كاميرا هسحب طبعا هتقولوا لي ايه ده الكاميرا مش باينه بس هنا باينه بس هنا مش باينه اقول لك الله مش احنا خدنا في الاساسيات الجي يعني هايد جيزمز او الجيم مود خلاص حرف الجي طيب ادي الكاميرا بتاعتي عشان تخش جوه الكاميرا من البرسبكتيف وتجيب كاميرا اكتر انا كاب انا كده اتحولت خلاص اوب بقت كاميرا هنرجع كده وكانك شغال عادي خالص في الانريل براحتك يا باشا طب انا عايز ك... تبقى ازاي جيم من الكيبورد اهو انا عايز الانيميشن ان انا همشي كده خلاص او ايه رايكم ان انا كده وعايز امشي سلايد كده لا دي احلى طيب قبل ما نعمل حاجه تعالوا نخلي الفيو بورت 200% بيرسنت عشان يوريك كل حاجه تحفه وهتمشي من هنا بالشكل دوت طبعا في ناس هتقول لي في ورا رعشه من هنا لا ما تقلقوش دي بتتعالج باكتر من طريقه من ضمنها البوست بروسيس فوليوم بنعالجها بيها عن طريق يعني معالجه الصور لكن دي برضو ادفانسد شويه فخلينا ناخد الانيميشن طبعا عايز الستارت كاميرا بتاعتي تبقى هنا وهطلع بره الكاميرا بالاجكت من هنا هوب فين بقى الكاميرا جي من الكيبورد ادي الكاميرا بتاعتي كلنا مركزين ادي آه الكاميرا بتاعتي هتمشي سلايد وده الفيو بتاعها هتمشي المفروض ناحيه الواي دايركشن طيب الكاميرا بتاعتي عايز اضيفها هنا في المونتاج هنا اقوم عامل ايه؟ جايب الوورد اوت لاينر وامسك الكاميرا اكتر اهو مسكتها بصباعي بصوا يا بنت اللذينه دي اهي اهي واقوم حاططها هنا يعني اهو عندي بكل سهوله ويسر بصوا خلاص؟ طيب <applause> عندك ناقص 15 يعني انت كده بره حدود الفيو بورت طبعا الاخضر اللي, اللي هي الستارت بيبدا من 0 0 او زيكو زيكو براحتك عايز تسميها ايه والاند بيبدا عند 150 فريم طيب يعني ايه يعني حضرتك هنا عدد عرفت منين الكي فريم اللي انت واقف عليه من الوحش ده بصوا انا هنا كده بيقول لي ده عند فريم رقم 74 صفر اهو هنا اهو طب 150 هنا اهو انا مش محتاج غير دي حضرتك عايز تطول هتسحب بقى ايه المسطره دي وتسحب ده كده لو انت حضرتك عايز تقلل عايز تكتر التايم لاين دي بتاعتك ولا افترض انا هخليه زي ما هو يعني 150 والوحش ده عند 150 انا أخليه اول حاجه عند الصفر والكاميرا المفروض تتحرك عند الواي طيب اي حد تعامل بالانيميشن في الـ 3 دي اس ماكس مايا سينما 4 بلندر حتى لو في برنامج اسمه كوكو واوا اي حاجة هي السيستم بتاعها واحد بمعنى الترانسفورم واللوكيشن الواي دايركشن لو, انت مش عايز تتحرك غير الفول واي دايركشن خلاص زي الفل مجرد ما تدوس على واي دايركشن هتشتغل زي الفل خلاص هنعلم هنا على الواي دايركشن وانت عند الصفر وادوس ريكورد من هنا او هوب انتر بكل سهوله ويثر خلاص طيب زي الفل تقدر بحضرتك تيجي هنا عند 150 اللي هو اخر حاجه وهتدوس انتر برده كده انت سجلت في الحته دي هتعلم عليها بصوا انت هنا في الحته دي اهي وهتمشي البتاع تعالوا نشوف هيحصل ايه هل اتسجلت ولا لا بصوا ما اتسجلتش الله امال ايه الحوار كترول زي ايه بقى هقول لحضرتك هتيجي هنا وهتجيب الوحش ده في الحته اللي انت عايز تتمشاها وبعدين تدوس انتر تنورلك لك طب برضه تعالوا نشوف اتسجل لي ولا لا اه من غير ما نشوف عارفين ليه في خط احمر آه خط ايا كان احيانا والله بيعملوا احمر واحيانا اخضر المهم هي تقدر اصلا من جوه البرنامج او حتى عن طريق السي بلس تغير اي لون انت عايزه يعني ده حلاوه الانريل زي على طول بنعيد ونقرفكم بالموضوع ولكن من كتر ما هو مهم انا مجبر كل شويه اعد لكم الحته دي بالذات <applause> ان في ايديك برنامج اللهم بارك ما شاء الله قوي بالشكل ده وفي نفس الوقت تقدر اي حاجه مش عاجباك تغيرها وتعمل سكريبتاتك وما وتعيش خلاص طيب يبقى كده الانيميشن بتاعي اهو طب تعالوا نشوف البطء بتاعه انا شخصيا لسه حتى معلق عند واحد حاطط في تقريبا جروب اسمه ابداع اكاديمي حاطط حاجه كده <applause> انيميشن كان سريعة قوي كلمته قلت له تاتا تاتا تا. احنا مش عايزين العميل يجيله له نيرفز او نلعب على النظام النيرفز سيستم بتاعه بدل ما يرتاح يبقى يعني ريلاكس كده وهو بيتفرج على حاجه يستمتع ده علم نفس معروف لا ده يتعصب فما يقبلش المشروع او يحس انه مش مرتاح يقول لك مش مرتاح فده سبب نفسي يا شباب لازم الحركه تبقى جميله سلسه مفيش حد بيقل احنا مش جوه الماكس يا جماعه عشان انت تخاف على الوقت فتضطر ايه تعمل ايه تسقط فريمات تقول لك يا عم ده دي هنعملها هوب بسرعه وخل... لا يا باشا هتشوفوا دلوقتي الفيديو ده هيترندر معانا او مش هيترندر هيبقى اوت في قد ايه مفيش ما فيش انتوا هتشوفوا طيب قدامكم يعني طيب يبقى تعالوا نشوف ادي آه الكاميرا بتاعتي اعلم عليها واجي هنا على البرسبكتيف واجي عند الكاميرا اكتر دلوقتي انا هنا ادوس جيم من الكيبورد عشان بس الجزموز وتعالوا ندوس بلاي من هنا اهو لا طبعا حركه سريعه جدا 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 وزي الطين انا ما بحبش الحركات السريعه طب انا عايز اغير هسحب العلامه الحمراء اللي هي الاند فريم هخليها مثلا ايوه 500 وي واسحب الوحش الاند كفريم وي وهوب هنا هو هو يبقى سناب كده على طول خلاص والوحش ده <applause> هتسحبها لحد اند فريم برضو لازم خلاص باطل يعني <applause> ويندوز بلاي بالشكل ده بصوا بصوا الانيميشن ما فيش حد بيجري وراك مشهد ما شاء الله بس ده غير المشهد الفاينل طبعا اللي انا شغال عليه اللي قلت لكم عليه الجزء الثاني من اللي هو المشهد آه الثاني دوت يعني طبعا ده انا مقلل الاعدادات خالص بس يعني مقللين حتى نوع اللايتس وما الى ذلك عشان خاطر حاجات معينه الشاهد طيب يبقى زي ما انتم شايفين ادي آه ادي الانيميشن حلو جدا هطلع ايجكت والكاميرا بتاعتي اهي وزي الفل كله تمام تمام خلاص هقفل السيكونسر طبعا تقدر انت بقى تزود بقى كاميراتك وتلعب اه وما الى ذلك تحط كاميرا انا بس زي ما قلت لكم بفك لكم بس التشفير والا فانت تقدر تعمل مونتاج جوه السيكونسر عشان كده اسمه سيكونسر طيب تعالوا بقى انا لو دوست بلاي من هنا <applause> برضو حاكمني برضو يا شباب عدد دروس يعني غصب عني والوقت بتاعكم انا دلوقتي هنا زي ما انتم شايفين الدنيا انا شغال وعميل وبتفرج علي المشهد لكن انا عايز اشوف يعني عايز العميل يشوف الانترو كده قبل ما يبدا يخش ويتفاعل مع الجو المحيط اعمل ده ازاي هقول لحضرتك هتيجي على البلو برنت ليفل المشهد الخاص بالبلو برنت الخاص بالمشهد ودوس اوبن ليفل بلو برنت وهناخد هناخد ال ذا انترو اللي هو السيكونسر وهنحطه هنا في اتفه من كده مفيش هنجيب event begin play عند بداية اللعب شوفوا انا يعني تافهه خالص عند بداية اللعب او event event begin play وادي السيكونس هاخد هنا اقول له بقول لك ايه ياد كده play play sequence player زي ما انتم شايفين السيكونس اكتور دخل على السيكونس بلاير وبعد كده بلاي طب تعالوا نشوف الكود هيشتغل معايا ولا احنا طلعنا بطيخ ولا ايه تعالوا نشوف بلاي الانيميشن في الاول اهو مهما عملت مش هيتحرك اي حاجه بصوا عمله هو حرك الماوس زي ما انتم شايفين الكواليتي ما شاء الله عامله ازاي اول ما هيخلص تبدا العميل يبدا يبص بقى طبعا الحاجات دي كلها هاي ريزوليوشن ده بس اضاءه ما شاء الله كنا منتست الاضاءه وما الى ذلك يعني والخامات وكده آه. تمام 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 زي الفل المفلل طيب ده الجزء الأول، إزاي بقى نعمل إكسبورت للفيديو؟ عادي خالص، ذا انترو، كليك يمين اديت ذا انترو، و هتلاقي عندك هنا ريندر ذا موفي، ولكن عايز أوريكوا حاجة لازم تعرفوا الغلط عشان ما تعملوهوش، كله بيقع فيه. هاجي من هنا البلو برنت اوبن ليفل بلو برنت وهشيل الايفنت بجين بلاي وشوفوا لما اجي رندر دي هيحصل ايه طيب خلينا الاول اعلم انا كاميرا كات اول اكتر الشاهد واحد لان ما عنديش كاميرات كتير هنا وهندوس ك... عفوا رندر ذا موفي تو فيديو نركز بقى image output format هتطلعها AVI ولا sequence طبعا كلنا هنقول في صوت واحد لا شك ان جي sequence JPG او اي PNG حتى هي دي كل المونتير الم... بتوع المونتاج بيتعاملوا بيها وما الى ذلك الايمج سيكونس صور وبتجمعها على الافتر افكت بقى تمام وممكن احيانا ما يكونش عندك وقت تطلعها اي في اي براحتك لكن احنا نتعامل بالايمج سيكونس. اوديو لو انت ضايف فيديو بقى بتاع ده عفوا بلاي باك مش عارف صوت خلفيه تمام؟ الفريم ريت هو اوتوماتيك بيكون 30 ممكن حضرتك تزودها عشان يبقى سموث تخليها 60 إيه انت وشوقك. انت وشوقك. Resolution إيه بتاع الفيديو 1280 في كذا ومعاك لحد 3k 3840 ومعاك كمان كاستم يعني براحتك طب ايه رايكم انا اخليها 1920 في 1080 ومعانا 540 فريم تعالوا نحسب هيخرج في وقت قد ايه على الجهاز بتاعي، طبعا ممكن يكون في فرق بسيط لكن في ناس عندي من السودان حتى استغربوا فعشان كده دول ثابتين في ذهني يعني والا فكله استغرب يعني، لكن دول لسه قريبين طلعوا 1920 في 1080 قال لي استغرب يعني ما خدش وقت يعني وبكواليتي كاني جوه الماكس، طب احنا ليه بنستخدم الماكس؟ قلت له ما تسالنيش انا اسال نفسك يعني انا ما اعرفش الاوتبوت طبعا هنا الكمبريشن كواليتي كواليتي بالنسبه لي الجو العام عايز يخليها ايه خليها عايز بصوا اعلى حاجه 100 ما فيش اي حاجه فوقيها اللي هي 100% في المية نفس ال 100% في المية بتاعتك الاوتبوت دايركتوري الحاجه اللي انت هتحط فيها السيكونس انا هاجي على الديسك توب وهنعمل مثلا موبايل تس اي حاجه سيت فولدر والفورمات الفورمات سيبه زي ما هو كده عندك هنا شويه حاجات البلاي مود وما الى ذلك سيبك منه الانيميشن آه ماشي بعد كده هندوس كابتشر موفي خلاص بس قبل ما نعمل كده انا عايز عشان يبان لكم اللي انا قلت لكم عليه خلي بالكم هتجيب بس موبايل تيست تقريبا احنا حاطينه في ايوه وبصوا كابتشر موفي هيقول لك تسيف طيب اقول له طيب ماشي سيف يا سيدي بيسيف جميل جدا هيعمل لك حاجه اسمها موفي رندر طبعا انا مشغل حاجات كتير جدا عادي ولكن هياخد وقته على الله بس ايه التاني عشان شغال جي بي ولايت ماس فتقيل جدا 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 بس ربنا يسر يعني <applause> ايوه هتلاحظوا الكاميرا هو دلوقتي هو بيعمل كابتشر بصوا بصوا كابتشر شغال عنده اهو عمال يرمي في جيب جات بصوا كم فريم طيب خليه خلص براحته خالص طبعا هو جايب لك جزء صغير عشان كارت الشاشه تقدر الويندو ده تخليه كبير او كده لكن هو بس عشان بيقول لك ما يتقلكش وهو بيعمل اكسبورت. لكن الفيديو بتاعي تمام نقدر ندوس كده نيم عشان نشوف اه عايز بس اقول لكم انه لحد دلوقتي لسه بيرمي وصل ل 500 والمفروض يقف عند خمسوية و40 عدى بقى واحد و40 قال لك فينيش الاول كان بيستمر في الحاجات اللي فاتت الانريل 6.26 <applause> الظهر صلحوا الموضوع ده. طيب تعالوا بقى نشوف الاكسبورت هقفل الوحش ده خالص ادي المشهد بتاعي وادي الفايل اللي عمل الاكسبورت زي ما أنتوا شايفين خلينا اوريه لكم اللي هو باي نيم ادي هنفتح الافتر افكت عشان نشوف الانيميشن بتاعي عامل ازاي وبعد كده هنختم الدرس الجميل او الخفيف خالص بتاعنا ونتقابل ان شاء الله في دروس جايه باذن الله انا بفتح الافتر افكت عشان تعرفوا ازاي تضيفوا الوحش ده وطبعا الريزوليوشن بتاعه تكليك يمين عليه هتيجوا هنا كده ديتيل هتلاقوه 1920 في 1080 يبقى احنا دلوقتي رندرنا مشهد قوي جدا الصوره الواحده 1920 في 1080 رندرت 542 صوره ما كملتش 30 ثانيه خليها 30 ثانيه خليها دقيقه طب ايه رايكم خليها 3 ايام ده احنا رندرناها دلوقتي ما ده احنا واحنا بنتكلم كده رندرنا طيب ااا اه خلي بس الافتر افكت انا عايزه يفتح معايا معلش انا مسطب من مبارك يعني بلجنز وكده كتير ف معلش يعني طيب ادي الافتر افكت عشان ندخل دول جوه الافتر افكت في اكتر من طريقه هناخد الباث دوت كده وندوس هنا اتنين كليك باست واخد اول واحده بس وهنقوله امبورت جي بي اي جي سيكونس امبورت دلوقتي هو بيحط لي 542 صوره اللي احنا رندرناهم في اقل من 30 ثانيه وهسحب دول هحطهم في نيو كومبوزيشن ادي 1920 طبعا ده تيست ريندر يعني هوريكم دلوقتي البروجكت الكامل مش كامل برضه لسه تيست يعني في مرحله التيست ولكن اخر حاجه احنا وصلنا لها وندوس زيكو عشان تشوفوا الرندر تعالوا كده نتفرج على الانيميشن بتاعنا بعد ما احمل الرامات زي ما انتم شايفين ادي انيميشن 1920 في 1080 بكواليتي عاليه اه طلع الاكسبورت بتاعه في اقل من 30 ثانيه تعالوا بقى نشوف المشروع لما تسلمه للعميل بيبقى عامل ازاي بيبقى عامل باكجينج بمعنى ادي حاجة اهو انا عايز اطلع ده اكسبورت للعميل حاجة عند فايل طبعا ده ملخص وإلا في الموضوع بقى المفروض لو احنا يعني هنطول فيه يبقى هنيجي من الـ ونجيب وهنجيب البروجكت سيتنج وهنجيب بقى الباكجينج وهنجيب التارجت هل انا بكلم الموبايل ولا ايه زي ما انتم شايفين انا كنت عامل ده للموبايل وما الى ذلك طيب لو انت هتطلع ليه الكمبيوتر انت خلاص اشتغلت كله تمام التمام وعايز تطلع كده في السريع يعني بالنسبة الى ان الكورس بتاعنا كورس اساسيات بسيط هتيجي عند الفايل وباكج برو اه باكج بروجكت هتلاقي عندك الاندرويد طبعا كان نفسي وهحاول اشرح ازاي تعمل اندرويد لان انا قابلت فيه مشاكل وتواصلت مع developers وما الى ذلك لحد ما الحمد لله رب العالمين ومعقد شويه مش شويه بصراحه هو معقد كتير لا ولا كتير برضه هو ابن كلب بصراحه لكن لانه انظمه الاندرويد بنت كلب والاي او اس ابن حماره ولكن اذكى واحد فيهم الويندوز يعني البرنامج ذات نفسه شغال على النظام دوت فعشان كده سهل لكن لو حاولت الاندرويد لازم تنزل اندرويد ستوريو و بوينت و وعشرين 25 وعشرين غير بوينت 24 التحديثات في البرامج والتكنولوجيا شباب ماشيه شغاله ولكن ولكن احنا دلوقتي بنشرح اساسيات لك ان تعرف ان الانريل ينفع تدي للعميل حضرتك بصوا يعني احنا بنرتب يعني بنظبط العميل عشان يكيشنا فلوس يعني تمام <applause> 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 فانت تقدر عليك تبعته له <applause> <spirituality> <applause> على الموبايل ولو هو اي او اس اللي هو اللي اسمه ايه الابل تبعته له على الابل او التابلت بتاعه وكمان نسخه على الكمبيوتر يبقى انت ظبطته عشان يظبطك لان احنا ما بنعملش كل ده في الهواء ولا آه، عشان خاطر يعني عيونه الجريئة، انا بنعمل نعمل كل ده عشان ناخد فلوسه تمام آه، فهتيجي على الويندوز 4 آه، آه، يبقى اتفقنا فايل باكج بروجكت تنزل على ويندوز 64 وتدوس عليه ويقول لك هتحط البروجكت بتاعك فين هتقوله له انا عايزه في الحته الفلانيه وتدوس سيلكت فولدر ومبروك عليك خلاص انت عملت ملف زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي ايه بقى اللي احنا هنشوفه دلوقتي ادي البيلد هيبقى له حاجه زي الفولدر كده هيخش عليه طبعا الايكون دي من جوه الاندريل ممكن تخليها اللوجو بتاع الشركه بتاعتك وكمان ركزوا لما تدوس اثنين كليك هيطلع لكم كل المفروض بتا... مربع كده زي زي اي جيم لما تيجي تفتحوها بيطلع لك زي كارد كده في معلومات برضو دي بتعمل لها ديزاين وبتخليها تبدا فكل الحاجات دي بايدينا نعملها جوه الانريل ولكن طبعا الكورس ما بيستحملش ان انا اشرح كل الحاجات السوبر ادفانس دي يعني تعالوا نشوف العميل اهوت وصلوا منك طبعا المفروض في السكرين السوداء دي قبل ما يحمل البروجكت انت بتعمل له لودنج سكرين مش عارف ايه ميوزك مش عارف ايه خلاص عبال ما ده لود بعد كده هي تعالوا بقى نتمشى كده انا ماشي اهوت بشوف طبعا ده تيست عشان كده في هنا سام نويز وفي هنا نويز فمحدش يكلمني على النويز بفضل الله شغلنا معروف ولكن انا بس بوريكم التيست دوت عشان تعرفوا قوه الانريل وازاي تقدر بكواليتي رهيب على فكره عايز اقول لكم كل اللي انتم شايفينه دوت ليكوا بتقولوا اكيد المشهد بطيء اكيد المقل... لا والله خالص <applause> احنا عاملين له برو اوبتمايزيشن برو اوبتمايزيشن بفضل الله تعالى يعني هيشتغل على اي كمبيوتر هيبقى عامل زي الميه اللي عليها سكر كمان بفضل الله فانت تقدر تلف بالأنظار طبعا الشاشات اللي هي بتاعت الاعلانات هي مثلا انيميشن عادي وانت شغال زي ما انتم شايفين <applause> تقدر تمشي تروح الجناح دوت تروح الجناح التاني زي ما انتم شايفين هو ده الانريل خلاص؟ وداعا بقى للقرف انك تفضل نايم جنب صوره 3 اربع 6 ساعات عشان ترندره وفي الاخر لا غير لي احنا بنتكلم على حاجه تانيه من التكنولوجي يا شباب حاجه خلاص بتخاطب الواقعيه عالم افتراضي، أنت بتعيش العميل جوه عالم افتراضي تاني، عالم تاني خالص. خلاص؟ وبرضه هعيد تاني، كل ده مش عشان خاطر سواد وعيونه الجريئة، كل ده أكيد عشان خاطر الماني، كل اللي إحنا بنعمله ده عشان خاطر الماني، بس السبيل بتاعنا في الحصول على ماني أعلى هي ان احنا بنمزج العميل ما اظنش والله ان الماكس يقدر يمزج العميل بالطريقه بتاعه الانريل الانريل له قريبي ولا الماكس قريبي ولا ده احنا لينا زي ما نعيد على طول لينا الشغل والادفانسد الطريقه الادفانسد يا شباب بس كده ده اللي انا كنت عايز اوريه لكم خدنا في الرحله بتاعتنا الاساسيات الانريل اي نعم رحله قصيره خالص كنت محكوم بس بوقت حاجات كتير كنت عايز الحاجه الوحيده اللي خدنا فيها راحتنا هي شويه الماتيريال أه... أه... لسه الانريل يا جماعه برنامج يستحق انك تديله كل وقتك مش بعضه على فكره يستحق منك انك تركز فيه كويس جدا أه... احترامي للليمون وما الى ذلك ولكن كلنا عارفين يعني الليمون عشان يوصل للانريل لازم يسيب الكار اللي هو فيه ويتحول يبقى جيم انجل يعني تمام <applause> ولكن ارجو ان الكورس يكون سهل جدا خفيف وده كان المقصود منه فكلكوا شفرات الانريل عرفت الانريل بيفكر ازاي ايه هو الانريل وليه اصلا اتعب دماغي في تعلم برنامج الانريل ارجو ان اكون وضحت كل ده بسوي كان معاكم عمرو شريف سرور شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته